أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحافة في أسبوع. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن أهم الأحداث اللي حصلت خلال الأسبوع، وكمان أبرز القضايا اللي تناولتها المقالات لكبار الكتاب وأبرز تغطية وأجمل كاريكاتير وأفضل صورة وغلاف وحكايات كتير عن تقديم الأخبار والمعلومات المفيدة وكل دقة. النهاردة كمان هيكون معانا فقرة خاصة عن تطوير التعليم، كمان هنعرف حكايات المتحور الجديد لكورونا وميكرون، ونعرف تفاصيل جديدة عن قضايا مختلفة بتهمكم، وده من خلال فقرة خاصة مع ضيفنا الأستاذ أكرم عبد الرحيم الكاتب الصحفي بالمصري اليوم. دي أبرز الحاجات اللي عندنا النهاردة هنروح نعرفها، لكن الأول هنشوف أبرز الأخبار اللي معانا إيه. هنروح لأول خبر معانا النهاردة، وهو مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يستقبل عددا من شباب الجامعات. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون عددا من شباب الجامعات، واللي تعد تجربة فريدة أرادت بها وزارة الداخلية أن تطلعهم من خلالها على إنجاز إنساني على أرض الوطن لتأهيل النزلاء وبناء إنسان جديد قادر على العمل والبناء والاندماج الفوري بالمجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة. خلينا نشوف تفاصيل في التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. زيارة شباب الجامعات لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون تجربة فريدة أرادت بها وزارة الداخلية أن تطلعهم على إنجاز إنساني على أرض الوطن لتأهيل النزلاء وبناء إنسان جديد قادر على العمل والبناء والاندماج الفوري في المجتمع بعد قضاء العقوبة أياً كانت مدتها. جذبت الرعاية الطبية الفائقة التي يتلقاها النزلاء هنا أنظار شباب الجامعات، فتسابقوا للاستفسار عن إمكانات الصرح الطبي الموجود هنا وما يقدمه من رعاية للنزلاء، خاصة الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية فائقة. في حياة أدمية، وهنا فعلا زي ما هنا حققت المقولة بتاعت سيادة الرئيس، فعلا الإنسان مش هيتعاقب مرتين. المستشفى متطورة جدا، والغرف العمليات في كذا غرفة، ودي حاجة أصلا طفرة موجودة عندنا. مركز الدعم النفسي والتأهيل لعلاج الإدمان ده أكتر حاجة لفت نظري، لأن النزيل هيجي هنا محتاج يخرج برة يكون مدعوم نفسيا علشان ما يرجعش الأخطاء دي تاني، لأن أنا أخرج ناس من هنا مش عشان يرجعوا لي تاني، أنا عايز أخرج ناس أصحاء ما كنتش متخيلة أنه بالجودة دي والأطباء بالفعالية دي وبالشطارة والتميز ده. تلك المشاهد للإصلاح والتأهيل داخل المركز كانت مجرد صور يشاهدها هؤلاء الشباب في وسائل الإعلام المتنوعة، لكنهم رأوا حقيقتها هنا بعدما اطلعوا على التأهيل المهني وتنمية مواهب النزلاء المتنوعة في الرسم والموسيقى والحرف اليدوية وفصول التعليم، مع تنمية ثقافة النزلاء والارتقاء بفكرهم وعقيدتهم الدينية. ما كانش عندنا رؤية كاملة إن الوضع هيبقى بالشكل ده، فده اللي خلى الزيارة مفيدة جدا للناس كلها علشان نقدر نيجي ونشوف الوضع اللي احنا عمرنا ما كنا نتخيل ان هو كده. بيقضي فكرة الكوبا على حاجة هو عملها، وفي نفس الوقت هو بيتأهل برضه ان هو يطلع يكمل حياة بره بشكل جديد بحاجة هو اتعلمها هنا في مركز الإصلاح والتأهيل. أكتر حاجة لفتت نظري فعلا اللي هي تصنيع الشرائح الشمسية وطرق تصنيعها، وكمان تدريسها كمان للنزلاء بطريقة سهلة، بطريقة عملية، بطريقة تأهلهم فعلا ان هم لسوق العمل، ان هم يقدروا يصنعوها ويقدروا يشتغلوا عليها ويتوفر ليهم لقمة العيش. وجود تقريبا كل الخدمات او كل الحاجات اللي يحتاجها النزيل من مصلى كنسي او مصلى جامع او مكتبة او مركز فنون او حتى مدارس. انا خدت بالي ان فيه دبلوم صنايع لبعض الفئات اللي عاوز يكمل دراسته. الأنشطة الرياضية، الملاعب، حاجة الحقيقة تدعو للفخر. جولة داخل المزارع والمصانع داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون غيرت المفاهيم التقليدية لهؤلاء الشباب الذين سمعوا فقط عن المركز، لكنهم لم يشاهدوه قبل اليوم واقعيا، وإنما يقال عنه هو حقيقة وفي مقدمتها الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. الشباب مبهورين باللي شافوه، حابين ينقلوا كل اللي شافوه ده لزمايلهم، وهم بالفعل اصبحوا سفراء لينا، ينقلوا وجهه النظر اللي هم شافوها. بجد الحاجات اللي احنا شفناها ديت الشباب يعني كانوا متخيلين ان هم جايين يشوفوا سجن بالشكل التقليدي اللي احنا يعني عارفينه. بجد لما شافوا مركز الاصلاح والتاهيل ده
والخدمات اللي مقدمة للنزلاء حاجة رائعة بجد. أنا فخورة جدا إن إحنا من أول الطلاب اللي زرنا المكان ده. شفت النهاردة مجهود مشرف جدا، وإن حد يجي يقضي فترة عقوبته في إن هو يصنع الجمال اللي إحنا شايفينه هنا ده، وإن هو يخرج يبقى مواطن صالح نقدر نستفيد منه في كذا حاجة، إن يبقى معاه مهنة معاه صنعة إن هو يقدر يتأهل بيها إن هو يكون مواطن صالح في وسط المجتمع. يجسد مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون حرص الدولة على المضي قدماً نحو بناء الإنسان والالتزام بحقوقه حتى ولو كان مقيد الحرية. يقضي عقوبة فله الحق في الحياة. نشكر الدولة على المجهودات العظيمة اللي بتعمل تحت قيادة سيادة الرئيس. تحيا مصر. أشكر القيادة السياسية لمصر اللي كل يوم بتثبت إنها قد المسؤولية، وكل يوم بتثبت إن إحنا لسه معانا وقت ولسه هنشوف مصر إن شاء الله تبقى قد الدنيا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ده جهد محترم جدا فعلا، بنشكر فيه عليه وزارة الداخلية، لأن فعلا التوعية دي مهمة جدا جدا، وأن طلابنا كمان يشوفوا المراكز دي وصلت لإيه وإيه اللي موجود جواها. ده مهم جدا، لأن إحنا الحرب اللي علينا حرب بالفكر والوعي، فأنت لازم تجابه الحرب دي بالفكر والوعي زي ما بيعمل وزارة الداخلية بتعمل بالشكل المحترم ده. هروح لخبر تاني معايا. والداخلية تنظم احتفالية بكافة مديريات الأمن بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة. نظمت وزارة الداخلية احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة بمقار أندية الشرطة ومديريات الأمن بعدد من المحافظات، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم. خلونا نشوف تفاصيل في التقرير اللي احنا هنشوفه دلوقتي ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. اهتمام متواصل توليه وزارة الداخلية لذوي الاحتياجات الخاصة يتجلى في التيسيرات المقدمة لهم في كافة المواقع الشرطية ليحصلوا على الخدمات الأمنية والجماهيرية بشكل حضاري وميسر، ومشاركتهم لاحتفالات والمناسبات المختلفة. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها. تحت رعاية رئيس الجمهورية حرصت وزارة الداخلية على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توجيه مأموريات إلى مدارس المكفوفين وتسليمهم هدايا عينية وعصا بيضاء. من منطلق تقديم كافة أشكال الدعم لهم فهي زيارات تتواصل وتلاقي استحسانهم، فوزارة الداخلية سبق دائما في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود وحظ الحلوة كن بينكم. مديريات الأمن وقطاعات الوزارة حرصت على إحياء الاحتفال من خلال زيارات نظمتها إلى دور رعاية الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليمهم هدايا، ما أدخل البهجة والفرحة في نفوسهم، كما تم توقيع الكشف الطبي عليهم. واستقبلت أندية الشرطة أيضاً عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت لهم احتفالات وبرامج ترفيهية في إطار إحياء الاحتفال باليوم العالمي الخاص بهم، وتفاعل الحضور مع البرامج الترفيهية ومع الاحتفالات المتنوعة التي نظمتها وزارة الداخلية لهم. إحياء هذا اليوم هو شكل من أشكال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة الممتد لكافة القطاعات الشرطية من خدمات ميسرة تقدم لهم إلى دعمهم ومساندتهم. وتأتي تلك الأنشطة من منطلق حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتحقيق التواصل مع كافة شرائح المجتمع وتقديم الدعم والمساندة لهم. يا حبيبتي يا مصر يا مصر. مرحبا قوي سيسي، جوا قلب بير حب. أحلى مصر، أحلى دني، أحلى أمي. أنا موجود
نروح لخبر تاني معايا. خلال شهر ضبط 9066 قضية تهريب تهرب ضريبي بحوالي 17 مليار جنيه. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال شهر من ضبط 9066 قضية في مجال التهرب الضريبي، وأبرزها قضايا ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العبقرية والملاهي، وتنفيذ أحكام وتحري مدين ولجان بمبالغ مالية قدرها 17 مليار جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بالإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاسترداد الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة 21 مليون جنيه. خلونا نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1934 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن ومصرع 24 عنصرا، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سطو مسلح، قطع طريق، مخدرات، سلاح. وبحوزتهم 1067 قطعة سلاح ناري، من بينها RPG، 4 رشاش، 156 بندقية آلية، 158 بندقية خرطوش، و52 مسدساً، و695 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 276 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4580 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3880 متهماً، من بينها 3 جيرينوف و667 بندقية و383 بندقية آلية و275 مسدساً و3251 فرد محل الصنعة، وعدد من الطلقات و582 خزينة، إضافة ل 6644 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 55 تشكيلا عصابيا ضموا 157 متهما قاموا بارتكاب 348 حادث متنوع. كما تم ضبط 692 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 308 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 451 متهما. كما تم إعادة 45 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,305,147 حكما قضائيا متنوعا، من بينها 9,224 حكم جناية، من بينها 15 حكما بالإعدام و563 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 694,056 حكما جزئيا و122,247 حكما مستأنفا، و1,165,747 حكم غرامة،
و313873 حكم مخالفة. جهد محترم لوزارة الداخلية الحقيقة بتبذله في كل القطاعات. هنروح بقى معنا لفقرة الأخبار وهي لأفضل تغطية صحفية الأسبوع ده، وهي لصحيفة الشروق من خلال حوار صحفي انفراد تحققته الجريدة من خلال الزميلة ياسمين سعد اللي أجرت حوار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال البريد الإلكتروني، واللي جاوب فيه على مجموعة كبيرة من الأسئلة، واستحقت الزميلة الاحتفاء بها، والحوار اللي عملته كان حاجة مشرفة للصحافة المصرية. هروح معايا لأبرز غلاف كان لمجلة الأهرام العربي، واللي كان معبر بشدة عن قوة الدولة المصرية من خلال معرض إيديكس اللي أظهرت مدى تقديم مصر من خلال عرض مجموعة من الأسلحة الجديدة، واللي قدرت مصر من خلالها وتمكنت من تحديث أنواع الأسلحة المختلفة البرية والجوية والبحرية. هروح أيضا لأفضل صورة، كانت صورة الرئيس السيسي مع الأطفال من أصحاب الهمم، واللي كان منذ أيام فيها الاحتفالية الكبرى بأصحاب الهمم، وأظهر خلالها تفاصيل جديدة وجانب إنساني من شخصية الرئيس، وعرفنا من خلالها حاجات كتير عن أمنيات الرئيس وطموحاته لمصر، وإزاي عرفنا حاجات كتير عنه من خلال الاحتفالية، وكمان تلبية الرئيس لمطالب الأطفال من خلال استجابة سريعة لأمنياتهم. هروح أيضا معايا تاني الأفضل كاريكاتير، وهو للفنان عمرو سليم، وكان معبر جدا عن حالة الجدل المفتعلة ضد محمد صلاح من جماعة الإخوان وغيرهم من الجماعات المتطرفة، واللي اتكلموا كتير عن موضوع انه محمد صلاح ما قالش ان الخمور محرمة، وقال انه هو ما بيحبهاش، وكلام من هذا القبيل، لان هم قطيع الحقيقة، يعني هم بيقولوا اي كلام وبرددوا اي كلام، لان ده مش مفتي في دار الافتاء مثلا بيحرم الخمر او ما بيحرمهاش. ده الراجل اتسال سؤال طبيعي جدا وجاوب بطبيعته وبشكل طبيعي جدا 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 يعني. انما هم لما يحبوا يركبوا اي تصريح او اي حاجه من خلال اللجان الالكترونيه بتاعتهم، وده اللي انا دايما بقوله لكم في البرنامج ده، بقول لكم خلي عندكم وعي وفكروا في كل كلام بيتقال لكم، وفكروا في كل حاجه تجي لكم على القنوات الفضائيه او مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اللجان الالكترونيه بتاعتهم دي، لان هم بهدفهم الوحيد هدم هذا الوطن ومؤسساته، واي حاجه جميله بتحصل في البلد ده، او اي عنصر جميل، او اي شاب جميل، او اي حد مفيد للبلد دي، بيحبوا يهدموه بشكل كبير جدا. الراجل ما قالش اي حاجه، لا قال انا بشرب خمور، ولا قال انا بحلل الخمور، ولا قال انا بشجع شرب الخمور، ولا قال اي حاجه من الكلام دي. اتسال سؤال طبيعي رد عليه بطبيعته تماما، انت بتشرب خمور؟ قال له لا. قال له بتحب تشرب الخمور؟ قال له نفسي ما بتروح لهاش وما بحبش اشربها. ايه بقى الجرم اللي ارتكبه محمد صلاح في الكلام ده؟ لا، لكن هو لازم، علشان طبعا محمد صلاح ده راجل وطني بيحب بلده، والرئيس السيسي اشاد بيه في احتفاليه ذوي الهمم، وقال ان هو راجل بيحب البلد وراجل وطني، فلازم طبعا يشوهوا صورته بالشكل الكبير اللي احنا شفناه. بس سيبك من الكلام اللي قالوه، وسيبك من التصريحات اللي قالوها، وسيبك من كل الكلام ده، شوف قوتهم على اللجان الالكترونيه بتاعتهم لما يحبوا يتكلموا في موضوع وتلاقي الدنيا بتتكلم، تعرف ان هم عاملين ازاي وبيتكلموا ازاي وشوهوا الافكار الجميله ازاي. تعرف ان هم لما يحبوا يتكلموا في موضوع معين بتلاقي اللجان الالكترونيه بتاعتهم كلها بتتناول الموضوع ازاي. ده يخليك تاخد بالك من ايه؟ تاخد بالك من جميع اي حاجه بتشوفها في جميع اي قناه او قناه فضائيه او وسائل التواصل الاجتماعي او اي حاجه بتشوفها. لازم تفكر بعقلك، لازم تبقى انت عندك فكر وتفكر في كل حاجه بتشوفها. ليه؟ علشان ما حدش يقول لك معلومه غلط تنساق وراها وتمشي وراها، وفي الاخر انت اللي بتدفع الفاتوره على مؤسسات بلدك. حافظ على مؤسسات بلدك، تبقى عارف ايه اللي بيحاك على بلدك من مؤامرات بره وجوه، وتبقى انت عندك وعي شديد بهذا الموضوع. هنروح بقى معايا الافضل مقال، وهو للكاتب الصحفي الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد، واللي اتكلم من خلاله عن عامي 2021 و22 وازاي حدثت تطورات كبيره خلال العامين في مجالات مختلفه زي الميتوفيرس وعبر الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف المقال تأثير أزمة كورونا على العالم، وإزاي في قدرة كبيرة للمصريين على تحدي الصعاب والأزمات، وده كان مقال مهم جدا الحقيقة. طبعا احنا معانا بعد الفصل الكاتب الصحفي الكبير أكرم عبد الرحيم، كاتب صحفي المصري اليوم،
ولكن قبل الفاصل هيكون معانا هنشوف تقرير مهم جدا على الكاتب الصحفي والشاعر الكبير أستاذ كمال الشناوي اللي كانت له بصمات كبيرة في مهنة الصحافة زي ما كانت له بصمات كبيرة في الأغنية المصرية من خلال الأغاني اللي كتبها لأشهر المطربين واللي كان منهم عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وغيرهم كتير. خلونا نعرف تفاصيل كتير وملامح من حياته في التقرير اللي هنشوفه مع بعض ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله ونستقبل ضيفنا. بدأ الكاتب الصحفي كامل الشناوي مسيرته الصحفية مصححا في مجلة كوكب الشرق التي كان طه حسين مديرا سياسيا لها، فأمر بنقله محررا بمكتبه، ثم انتقل كامل الشناوي إلى الروز اليوسف اليومية عام 1935 وعهد إليه العقاد أن يكتب مقاله اليومي في البيت ثم يتركه في روز اليوسف صباحا ويعهد لكامل الشناوي بمراجعته. وكان كامل الشناوي صاحب النوادر والمقالب في كل مكان عمل به. أما عن سيرة كامل الشناوي فهو مصطفى كامل الشناوي سيد أحمد الشناوي، وهو مولود يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 1908 في نوس البحر مركز أجد قهلية، وقد ولد في أعقاب وفاة الزعيم مصطفى كامل فسماه والده على اسمه. ولما كان والده قاضيا شرعيا لمحكمة أجا فقد ألحق ابنه بالأزهر ولم يستمر فيه أكثر من 5 سنوات وعمل بدار الكتب التي جعل منها جامعة خاصة به. ولأنه كان يجيد العربية فقد عمل مصححا في جريدة الوادي ومن بعدها كوكب الشرق لتبدأ رحلة احترافه الصحفي والأدبي. عمل الشناوي أيضا في جريدة الأهرام كما كتب في آخر ساعة والمصور والاثنين، وترأس تحرير آخر ساعة عام 1943 وانتخب عضوا في مجلس النواب عام 1945، وهو العام الذي انتقل فيه للأخبار التي تركها ليرأس تحرير الجريدة المسائية التي صدرت عام 1949، وعاد إلى الأهرام رئيسا لقسم الأخبار، وفي عام 1955 صار رئيسا لتحرير الجمهورية ثم رئيسا لتحرير الأخبار، إلى أن توفي في 30 نوفمبر عام 1965 تاركا وراءه نحو 13 كتابا، كما تغنى بقصائده أشهر المطربين مثل نجاة الصغيرة وعبد الحليم وعبد الوهاب وفريد الأطرش. أما عن مسيرة الشعر في حياته فبدأت وهو لم يزل طالبا في الأزهر، واكتشفه الشاعر الأبيض محمد الأسمر ابن دمياط الذي كان صديقا لأحمد شوقي الذي أعجب بطريقة إلقائه للشعر، فعهد إليه بإلقاء قصائده في الندوات والاحتفاليات مع علي الجارم ومحمد توفيق دياب. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد، بنرحب بضيف اللي مشرفنا النهاردة الكاتب الصحفي الكبير بالمصر اليوم أكرم عبد الرحيم. أستاذ أكرم ازي حضرتك؟ أهلا بك سمعت هذه حضرتك السادة المشاهدين كل العاملين في هذه القناة. أهلا بك. معنا مجموعة من الأخبار هنستعرضها مع بعض، هنروح معاك لأول خبر وهو كيف ترى مشروعات الطرق والبنية الأساسية التي تفقدها الرئيس مؤخرا؟ طبعا لا شك ان منظومه الطرق في مصر اصبحت منظومه حديثه متطوره تضاهي الكل، يعني منظومات الطرق اللي احنا بنشوفها في الدول المتقدمه والدول الحديثه. كفايه ان مصر رفعت يعني الرقم بتاعها المستوى بتاعها من وتخطت طبعا عدد كبير جدا من الدول الاوروبيه حتى والدول العربيه. وصلت هي من كانت في المركز 128 انتقلت إلى المركز 28، ده بيحسب لمصر طبعا ولقادتها ولمخططاتها المستقبلية. احنا شفنا الطرق دي لأن انت عندك مشروعات مستقبلية، مشروعات الدلتا الجديدة، مشروعات عندك السنة الجاية هيبقى في افتتاح إن شاء الله للمتحف الكبير، هيبقى في 100 سنة على افتتاح مقبرة توت عنخ آمون، عندك طبعا اكتشاف 200 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون و100 سنة على اكتشاف الكتابة الهيروغليفية. فبالتالي دي طبعا نقلة حضارية مصرية، فبالتالي ان السائح لما بيجي اللي بيهمه في المقام الأول
سرعة الانتقال، يعني كيفية ان هو في طرق عندك متعبدة وطرق حضارية، فبالتالي ده بيبقى في منظومة لتنشيط السياحة. انت طبعا عندك السياحة بدأت تنشط مرة تانية، وانت عندك طبعا الموسم الشتوي. لا في المهمة استاذ اكرم كمان الاضافة لكلام حضرتك، العرض اللي حصل في الأقصر ده كان حاجة مشرفة لمصر كلها والحضارة مصر كمان، ونقل المومياد كمان. الحقيقة وزارة السياحة والأثار بتبذل مجهود كبير جدا جدا، من حي الدكتور خالد العناني وزير الأثار والسياحة على هذا المجهود، والحقيقة جهد مشرف جدا. وان احنا شفنا مصر بالجمال ده وروح مصر الجميله وحضاره مصر الجميله، ده بيعمل ايه بقى؟ بيرجع السياحه من جديد، بيدي ان مصر بلد امنه. احنا شفنا الاضطرابات اللي موجوده عندنا في الدول اللي حوالينا النهارده، هل نقدر نشوف في الدول دي عروض بالجمال اللي احنا بنشوفه ده؟ هل نقدر نشوف هذه الحضاره العريقه اللي احنا بنشوفها؟ وكمان الرئيس السيسي الحقيقه داعم للملفات دي بشكل كبير جدا. ده يعمل ايه في الاقتصاد المصري وفي السياحه وفي الدخل القومي المصري كمان؟ طبعا لا تنسى ان مصر في خلال العامين الماضيين كان لها وجود كبير جدا في السوق الاوروبيه، وانك انت استطعت انك انت تنفذ الى السوق الاوروبيه رغم وجود عدد كبير من الدول اللي هي مشاركه، لكن انت استطعت انك انت الدخول بقوه وانك انت تنافس هذه الدول، من بينها مثلا اسرائيل، من بينها تركيا، من بينها حتى بعض الدول الافريقيه زي مثلا عندك المغرب وزي الجزائر. لكن السوق المصري كان ليه تواجد كبير جدا جدا، بل اصبح يهدد وينافس عدد كبير من هذه الدول في الدخول. احنا شايفين طبعا مصر طبعا بتصدر حوالي 5.3 مليون طن سنويا لهذه الدول. اللي عندك السوق الواعد هو سوق الاتحاد الاوروبي، وسوق الاتحاد الاوروبي زي ما احنا عارفين ان هو عشان تخش منتج من المحاصيل الزراعيه لازم بمواصفات واشتراطات في منتهى منتهى القسوه، لازم يعني هو بيقيس لك مدى الجوده، مدى متبقيات المبيدات، مدى الجوده والتغليف، ده كله ده بينظر اليه المستهلك الاوروبي. انك انت تخش في هذا السوق ده نقلة كبيرة جدا. برضو السوق الأسباني، السوق الأسباني أنت بتصدر حوالي 937 مليون هذا العام، وده طبعا رقم كبير جدا. يعني أنت دلوقتي داخل بقوة إلى السوق الأوروبي، إلى الدول العربية. طبعا الدول العربية بتعشق المنتجات المصرية، إلى جانب الدول الأفريقية، وبدأ لينا بعض أسواق في بعض الدول الأوروبية. ده كله يسير في نسق واحد مع تنمية المشروعات زي الدلتا الجديدة اللي نادى بها السيد الرئيس منذ أيام. لأهمية كلامك برضه أستاذ أكرم اللي حضرتك بتقوله، كان معايا ضيفي في البرنامج في أحد الحلقات دكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، وأضاف في حديثه معايا إن كمان مصر بقت أصبحت ممثلة في منظمة عالمية اللي هي خاصة بالتصدير والغذاء على مستوى العالم، واختاروا الدكتور أحمد من الإجراءات والإجراءات اللي بتعملها مصر في عمليات التصدير والاستيراد والشغل اللي بيتعمل العلمي. احنا النهارده بنشتغل بطريقه علميه مش بشغل الفهلوه اللي كان بيحصل زمان. النهارده مصر بتستعين بكل الخبرات اللي موجوده في اي مكان، واللي ادى الى فتح اسواق جديده في التصدير في الحصلات الزراعيه بشكل كبير جدا. يعني الدكتور احمد كان بيقول لي مثلا في حديثه ان احنا دخلنا لسوق اليابان، وسوق اليابان ده كله معتمد على 3 دول في العالم منهم مصر. يعني من صعوبه اجراءاتهم وخوفهم على مواطنيهم، مصر دولة من ضمن 3 دول بتعتمدها اليابان في تصدير منتجات الزراعية ليهم، وفتح أسواق جديدة لروسيا وغيرها، والصين لأول مرة قال لي الصين فتحنا سوق الصين كمان للمنتجات المصرية وتصديرها. ده كله بيرجع للدولة المصرية، وكمانك تشتغل بطريقة علمية مش بطريقة الفهلوة، تشتغل بطريقة تجيب الناس اللي بتفهم في أي مجال ولها بصمات في المجال ده وتحطها في المكان ده، يبقى المناصب مش موجودة بالمجاملة. اللي بيحصل النهاردة ان الانسان اللي فاهم هو اللي بياخد منصب النهاردة وبيديره، زي ما شفنا نموذج الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي اللي اختارته منظمة عالمية بدون اي مجاملة. المنظمات دي ما بتجاملش حد في اختيارها، يعني هم 7 اعضاء المنظمة منهم الدكتور احمد العطار عضو في هذه المنظمة اللي هو بيمثل 12 دولة على 22 دولة على مستوى العالم.
الأجانب ذلك برضو عندك المنتجات الطبية والعطرية. طبعا أنا عندي في بعض قرى كبيرة جدا في الفيوم وبني سويف بتصدر منتجات لأكثر من 11 دولة أوروبية. ده طبعا المنتجات الطبية والعطرية أو المحاصيل دي أصلا بتدخل في صناعة الأدوية، فبالتالي هم بيهتموا باهتمام كبير جدا بهذه المحاصيل لأن لها دور كبير في العلاج، بيستخدموها أصلا يعني في تحضير المستحضرات الطبية. فده بيؤكد ان عشان خاطر انت تنتج هذه المنتجات لازم بمواصفات قياسية بتبقى في يعني بمنتهى الدقة، شديدة الدقة، وفي نفس الوقت هم بيختاروا وفقا لمتطلباتهم انك انت تنفذ الى السوق الاوروبي، الاتحاد الاوروبي ياخد منك، دول شرق اسيا، افريقيا، حتى الدول العربية اللي كانت يعني متخوفة منك زي الكويت وزي السعودية بدأوا يعودوا تاني أدراجهم إلى السوق المصرية ويفتحوا التصدير للموالح ويفتحوا التصدير للبصل ويفتحوا التصدير للثوم وللخضروات. وطبعا ده يعني زي ما قرب ده لأن مصر اعتمدت على نظام علمي وهو نظام التكويد للمزارع قبل ما يقوم أي مزارع أو شركة بالتصدير. لازم تبقى المزارع لها تكويد، والتكويد ده بيخضع لإجراءات معينة للتصدير علشان يقدر يصدر المنتج بتاعه، علشان نحافظ على سمعة مصر في المنتجات الزراعية في الخارج. يعني مش واحد يطلع لمنتج معين مثلا ينضرب في السعودية ينضرب في يأثر على كل الشركات ويأثر على كل الناس ويأثر على المنتج كله. لا، النهاردة في ضوابط بتعملها وزارة الزراعة وبيعملها الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بشكل علمي احترافي الحقيقة. وده احنا عايزين مش عايزين نبعد بعيد على الموضوع، نقول ان الاستقرار اللي في مصر النهاردة واللي احنا بنشوفه النهاردة، الاستقرار الامني والاستقرار اللي احنا بنشوفه النهاردة ده هو اللي بيخلينا يبقى في عندنا موضوعات نتكلم عليها. لو عندك اضطرابات، لو عندك مؤسسات بلدك مهددة بالانهيار زي ما كانت بتهدف جماعات التطرف والاسلام المتطرف وجماعة الاخوان الارهابية وغيرها من الجماعات، في انها تخليك تمشي في النفق المظلم انك ما تلاقيش حاجة من الحاجات دي تتكلم عليها النهاردة. النهاردة لو ما انتش دولة مستقرة ما كنتش هنقعد نتكلم النهاردة عن استيراد وتصدير وارتفاع صادراتك، وعندنا احتفالات في الأقصر وعندنا احتفالات بالموميات المصرية وجذب السياح. شفنا المطارات كمان ونظرتك للمطارات المصرية في الازدحام من وفود السياح الى شرم الشيخ ايه؟ يعني احنا طالما في استقرار عندك في سياحة هتشتغل، في استثمار هيخش لك. المستثمر الأوروبي دايما عايز المنطقة الأمينة. المنطقة الأمينة الموجودة في الشرق الأوسط هي طبعا مصر. انت شفت طبعا خلال 6 سنوات استطاعت مصر ان هي يبقى عندها منظومة كبيرة جدا للطرق والكباري اللي هي يعني فاقت عدد كبير جدا من الدول. واحنا شفنا العاصمة الإدارية الجديدة وربطها بالقاهرة والكباري الجديدة اللي هي ان شاء الله هتفتتح في الايام القادمه ان شاء الله او الاشهر القادمه ان شاء الله. دي هيبقى لها نقله حضاريه الى جانب المونوريل اللي احنا شايفينه في العاصمه الاداريه، وهيوصل الى عدد كبير جدا من مدينه 6 اكتوبر، مدينه السلام، مدينه بدر، مدينه السادات، عدد كبير جدا هيغطي المونوريل عدد كبير جدا، وده بيبقى نقله حضاريه كبيره جدا جدا. وانا قلت دائما ان كل الدول المحترمه وكل الدول العريقه وكل الدول اللي هي يعني لها منظومة راقية جدا في البنيان عندها عاصمة إدارية جديدة. أمريكا عندها عاصمة إدارية جديدة، الصين عندها عاصمة إدارية جديدة، روسيا عندها عاصمة إدارية جديدة. فأنت أنت تأخرت عن إقامة هذه العاصمة، ولكن عندما أقمت هذه العاصمة أصبحت هذه العاصمة ينظر إليها العالم إنها يعني باكورة إنتاج العواصم على مستوى أفريقيا أو على مستوى الشرق الأوسط. وشوفنا كمان احتفالية كانت موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة كمان بالبحث العلمي. نعم. وشوفنا كمان الجمال اللي موجود كمان، وشوفنا العلماء، وشوفنا الرئيس السيسي وهو بيتكلم على أهمية الجامعات المصرية والارتقاء إنها تكون جامعات بمستوى العلم في العالم كله، وقال إن إحنا مش هنقدر نتقدم إلا من خلال العلم، وده كان مهم جدا. شفت التصريحات دي إزاي؟ طبعا لا شك ان لرقي اي دوله لابد من الاهتمام بمنظومه الصحه والتعليم. منظومه الصحه والتعليم دوله يعني اعمده اساسيه في تقدم اي دوله في العالم. طبعا انت عندك وزاره التربيه والتعليم بدات في المناهج الحديثه اللي هي تواكب التطور الحديث. بدأ التعليم العالي عندك برضو في منظومات جديدة. احنا بنشوف دايما ان اطبائنا او علمائنا لما بيسافروا بيبقى في هناك معادلة، لا احنا دلوقتي عايزين المنظومة الحديثة ان انا يكون عندي معادلة داخلية، يبقى البحث العلمي ووزارة التعليم العالي عندي
بتستهدف المناهج بتاعتها هي المناهج المتطورة الحديثة التي تواكب تطورات المجتمع. يعني حتى كان في وزير التعليم العالي كان تحدث بيقول أنا في الفترة القادمة إن شاء الله بصدد إنشاء عدد من الكليات الغير تقليدية، الكليات التي تعتمد على البحوث العلمية بمشاركة عدد من يعني شركات القطاع الخاص، زي مثلا كليات الزراعة أقسام الأسماك، زي مثلا النباتات الطبية والعطرية، زي زراعة الصحاري. دي كلها اللي بيهتم بها العالم، لأن هي هذه المنظومات دي هي التي تواكب التطور الحديث. أنت بتصدر، أنت عايز يبقى عندك استثمار، أنت عايز حد يجيلك عشان خاطر يبقى فيه منظومة علمية، يبقى لازم منظومة تعليمية أنت تواكب التعليم. إحنا من أكثر من 50 أو 60 سنة كانوا أطباء العالم بيجوا عندنا للقصر العيني عشان يتدربوا. نعود مرة تانية أن كليات الطب عندنا ترتقي بالمنظومة بتاعتها، وخاصة أن إحنا عندنا يعني أساتذة وعلماء، الدكتور زبير الله يرحمه، عندنا يعني الدكتور سعيد وغيره وغيره وغيره، ألاف من العلماء اللي هم مشرفينا في مصر وخارج مصر طبعا، بيستطيعوا ان هم من خلال التقارب ما بينهم وبين العلماء والاساتذه في مصر ان هم انتاج منظومه تعليميه عاليه تواكب التطور الحديث. يعني خاصه في علم البرمجه احنا عندنا شباب بيستطيعوا ان هم بسهوله ان هم يعني يتجاوبوا مع علوم البرمجه، واحنا عندنا دلوقتي مشروعات الطاقه النوويه عندنا في الضبع اصبح لينا مفاعل نووي، فده لازم في علماء ولازم في شباب ولازم كليات عشان خاطر تخرج مهندسين الطاقة النووية سواء من الكليات المختلفة، عشان خاطر هؤلاء الشباب هم باكورة الإنتاج للحصول على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. أنا عايز يعني أحصل على وقود نووي، أنا عايز أحصل على هيدروجين أخضر، أنا عايز أحصل على الأكسجين النقي. ده كله طبعا وربنا سبحانه وتعالى حمى مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل علمائها وفضل ما يجري. يعني احنا شايفين دلوقتي في اسكندريه بيجري عمليات تطوير لمكافحه الطقس السيء هناك عشان خاطر نتجنب الغرق بتاع الدلتا ده. طيب في ظل المشروعات القوميه الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها استاذ اكرم، نقول ليه ونتكلم ازاي المشروعات دي قدرت تخلينا نواجه مثلا ازمه زي ازمه فيروس كورونا ونتعامل معاه، وشفنا الازمات اللي حصلت في العالم، وشفنا العالم ازاي كانت مصر هي بتمد ايديها للعالم كله، والمحاصيل الزراعيه فعلا اللي كنا احنا بنزرعها في الصوب الزراعيه وغيرها قدرت تخلينا نفتح افاق عمل جديده للشباب، وما حصلش عندنا ازمات في فيروس كورونا الحمد لله بشكل كبير جدا من خلال المشروعات القوميه اللي كانت شغاله، ومن خلال الصوب الزراعيه وغيرها والمشروعات الزراعيه اللي اتعملت ما خلتناش نحس بفجوه في هذه الازمه. اولا طبعا من 2019 لغايه دلوقتي الحمد لله مصر في مصطفى الدول الآمنة، يعني رغم أن كورونا ضربت العالم وهي يعني أصابت عدد كبير جدا من الدول وأعادت الاقتصاد مرة تانية. احنا في 2019 كان النمو الاقتصادي عندنا 2.3 وكان داخل على 2.5، وكان هناك منظومة التأمين الصحي المفروض ان هي كانت تتم في عدد من المحافظات من بينها كانت الأقصر وبورسعيد، وفعلا التجربة كانت بدأت الا انها صدمت بكورونا، فكان لابد انك انت تعيد النظر مرة تانية عشان خاطر تواجه هذا الفيروس اللي هو طغى او وصل الى العالم، وانك انت لازم تأمن بلدك كويس عن طريق المطارات وعن طريق المستشفيات، خاصة انك انت يعني لسه كنت قايم من ثورة وقايم من هتخش في نهضة اقتصادية، الا ان هذا المرض طبعا جاء قفلك زي قفل الدنيا على عالم باكمله. في مصر الحمد لله كانت عدد الوفيات وعدد الاصابات كانت في المقام الامن، والتعامل مع الازمه كمان كان مهم جدا، وشفنا وزاره الصحه وجهود وزاره الصحه والابطال في وزاره الصحه تعاملوا مع الازمه بشكل احترافي كمان. واحنا طبعا يعني وزاره الصحه كان ليها دور كبير جدا جدا، ونترحم على الشهداء على شهدائهم هم اللي كان لهم دور كبير جدا في وقف هذا المرض الخطير اللي هو ازعج عدد كبير جدا من الدول المتقدمه ذات الامكانيات العاليه، ولكن احنا بامكانياتنا استطعنا الحمد لله ان احنا نكون في المستوى الامن، ولم تتعدى حتى درجه الخطوره، يعني ما وصلتش الى الدرجات حتى في بعض الدول العربيه اللي جنبنا. ده طبعا بيحسب لوزاره الصحه، الى جانب طبعا المناخ المستقر في مصر، الى جانب الاوضاع الامنيه المستقره، الى جانب
الطقس والجو عندك والمناخ ده أدى أنك تكون في عندك إنتاج زراعي كبير جدا استطعت من خلاله أنك أنت تنفذ به إلى السوق الأوروبية، فبالتالي أنك أنت حدث ده استقرار. ده كله بيشير إلى جانب منظومة التعليم والصحة والطرق والكباري، إلى جانب عودة السياحة مرة تانية اللي احنا شفنا السياحة الروسية بدأت تعود بعد عودة عدد كبير شفنا من ازدحام المطارات بشكل كبير جدا في شرم الشيخ وفود السياح على شرم الشيخ والغردقة والجونة، والحقيقة كان ازدحام شديد جدا وشفنا احنا كان في شهر فبراير أبو سنبل كانت احتفالات كانت ضخمة في أبو سنبل وشفنا الاحتفالات في الأقصر والاحتفالات القادمة. احنا كان مفروض ان حتى المتحف يفتتح من سنتين لانه تم ارجاعه عشان خاطر كورونا الى العام القادم ان شاء الله هيبقى في احتفالية كبيرة، واعلن حتى الدكتور خالد العنان انه احتفالية الأقصر دي هتبقى احتفالية سنوية كل عام يعني فما بالك ده طريق كباش يعني فما بالك بقى بالكرنك بقى والمنظومة الحديثة اللي هي للتطوير في الأقصر وفي أسوان وبعد كده طبعا السياحة الشاطئية اللي عندك في الغردقة وفي جنوب سيناء. أنا أعتقد أن السنة دي إن شاء الله أو في هذا الشتاء إن شاء الله سيشهد يعني مناخ آمن ومناخ كبير جدا للسياحة الأجنبية. هم بيستعدوا دلوقتي خاصة أن البحر الأحمر دلوقتي يعني في حجوزات كبيرة جدا وإن كان في بعض تخوفات إلا أنه برضو نسبة الحجوزات مرتفعة جدا جدا عشان خاطر قضاء رأس السنة في البحر الأحمر. في طبعا العالم كله بيتكلم على متحور جديد لكورونا هو أوميكرون، وده طبعا عامل ذعر في العالم كله، لكن الحمد لله لحد دلوقتي ما ظهرش ولا حالة في مصر. انت شايف الإجراءات الاحترازية اللي خدتها الحكومة مؤخرا لمواجهة هذه الأوبئة أو الأمراض ازاي؟ الحمد لله ان الأطباء المصريين عندهم أصبح خبرة كبيرة جدا جدا في التعامل مع الفيروسات، خاصة ان احنا عندنا علماء طبعا في مواجهة هذه الفيروسات ومتخصصين كمان، لكن وهم ما دقوش نقوص الخطر الى الان يعني، لان مصر الحمد لله في المستوى الامن وان الاجراءات اللي بتتخذها مصر يعني الاجراءات الاحترازيه دي كثيره ان شاء الله ان هي بتمنع نقل العدوى، والى جانب طبعا العمليات الاقبال بشكل كبير على اللقاح وجهود الحكومه واصرارها على ان المصريين معظم المصريين ياخدوا اللقاح ده عشان مواجهه اي عدوى فيروسيه، وكمان ان هي بتراقب حدودها البريه والجويه والبحريه لعدم وصول أوميكرون إلى داخل القطر المصري. ده يحسب للجهات الأمنية، بيحصل لوزارة الصحة، بيحصل للقيادة السياسية، وفي نفس الوقت أنا عندي أعلام مستقر يعني لا بيهول في الأخبار، وفي نفس الوقت احنا بنقيس درجة الخطورة برة، وفي نفس الوقت يعني في إجراءات احترازية داخل في داخل البلاد أو على حدودها من ناحية طبعا سواء الحجر الزراعي او الحجر الصحي او الخبراء اللي هم بيمدونا بكافه يعني البيانات الموجوده حوالين الدول اللي هي بتتعرض لهذا الفيروس. شفنا في احتفاليه قادرون باختلاف وحضور السيد الرئيس طبعا هذه الاحتفاليه، شفنا مواهب كبيره جدا لهؤلاء الاطفال، وشفنا النور طالع منهم الحقيقه، وشفنا يعني اهتمام الدوله المصريه بتنفيذ كل مطالب هؤلاء الاطفال. شفت الاحتفالية دي ازاي وشفت اهتمام الدولة المصرية بهم ازاي؟ والله هم كان فرحتهم كبيرة بالرئيس وهو بينفذ لهم الطلبات يعني هم بيضحكوا معاه حتى لدرجة ان الرئيس قطع الخطاب بتاعه وقعد يضحك معاهم لما في طفلة ضحكت كده، فهو بيتكلم في خطاب رسمي ضحك معاهم لان لفت نظره العفوية والبساطة والتلقائية بتاعت الاولاد دولة، بل بالعكس ده هو كمان لبالهم الطلبات. مشاعرهم حقيقية يعني مش متصنعة، يعني مشاعرهم حقيقية جدا ونبعة من تصرفاتهم الطبيعية جدا، وده اللي أثر في الرئيس السيسي كمان وشفناه تأثر جدا جدا في خطاباتهم يعني. خاصة ان دول بيبقى لهم مستقبل مبهر يعني، احنا لما نشوف البطولات الأولمبية والدولية هؤلاء طبعا بيحققوا نتائج كبيرة جدا ونتائج بتبقى يعني مشرفة، وبيأتوا لمصر بميداليات ذهبية وحاجات مشرفة وواجهة مشرفة لمصر أمام العالم. دول الأطفال دول عندهم مواهب جميلة جدا
وشفنا احنا البعض منهم اللي كان بيغني واللي بيرسم واللي بيرقص، بل بالعكس هم يعني طلبوا حاجات كده كانت غريبه يعني، يعني عشان احنا ما نشوفهاش في اي دوله من الدول، وهم ما عندهمش بره ما عندهمش الجوانب الانسانيه اللي هي موجوده او المشاعر الموجوده عندنا. ان واحد يطلب من الرئيس ان هو يبقى مثلا سباح في النادي الاهلي وبيستجيب مثلا النادي الاهلي لده، وواحد تاني بيبقى عايز بقى يا هو ومجموعه من الاصحاب اللي هم عايزين بقى يطيروا بطياره، وفعلا بيسمح لهم الرئيس بعد اتصاله بوزير الدفاع ان هم فعلا في رحله ان هم يتفقدوا طياره من الطيارات العسكريه ويبقوا مبسوطين جدا. واحد تاني عايز يبقى مذيع وبرضه بتستجيب لوزاره الاعلام وبيبقى مذيع وبيبقى له برنامج. يعني يعني مطالبهم صغيره وبسيطه وحقيقيه وجميلة، وفي نفس الوقت طبعا هم يعني دول الوجوه المشرفة لمصر، ودول ان شاء الله المستقبل المشرق لمصر، خاصة ان هم بيستطيعوا ان هم بيتعاملوا مع التكنولوجيا يعني بحرفية كبيرة جدا جدا. يعني احنا ما نقدرش نفرق ما بينهم وبين يعني الاصحاء، بالعكس هم عندهم يعني ذكاء كبير جدا. ادي شعب مصر، ادي اطفال مصر من ذوي الهمم او اللي هم الاصحاء اصلا، يعني استطاعوا ان هم يعكسوا وجه مشرف لمصر امام العالم. ما شفناش يعني منظمه لحقوق الانسان بتتكلم على هذا الحدث، وما شفناش يعني اي اوبقه من اوبقه الاعلام اللي شغاله ومنصات الاعلام اللي شغاله على مصر في كل الاوقات 24 ساعه في اليوم على مصر. ما شفناش حد بيتكلم على الحدث زي من ضمن حقوق الإنسان، ما شفناش حد بيتكلم على مراكز التأهيل اللي عملها وزارة الداخلية في وادي النطرون، ما شفناش يعني حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان اللي كانوا بيقبضوا مليارات الدولارات علشان يهدوا مؤسسات البلد بتتكلم على الأحداث دي، ولا دي مش حقوق إنسان؟ لا هم موجهين يعني هم يتكلموا على حاجات تانية، ان في تعذيب، ان في يعني مخالفات، ان في لان دي اصلا بيتحركوا وفقا لاجندات معينه. هم كل هدفهم ان هم يعكسوا الصوره السلبيه داخل هذا الوطن. هم معاول للهدم وليس معاول للبناء. بيغيظهم قوي 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 جدا، ويعني ان مصر تبقى دوله متقدمه، ان فيها علماء، ان فيها اطفال يعني بيتعاملوا بتلقائيه، ان يبقى في عندك انت يعني افلام حاصله على مهرجانات كبيره جدا. بيغيظهم قوي ان لاعب زي محمد صلاح طبعا يبقى لاعب عالمي، وان انجلترا كلها ويعني جماهيرها يتحدثوا عن محمد صلاح المصري العملاق. بيغيظهم قوي ان يبقى في مثلا مصري او اثنين او ثلاثه داخلين جائزه نوبل بقى سواء في الكيمياء. شفت الهجمه اللي على محمد صلاح ازاي في التصريحات اللي قالها؟ والحقيقه هي تصريحات عاديه جدا وردود عاديه جدا على اسئله عاديه جدا. الراجل بيقول له انت بتشرب خمر ولا لا؟ قال له انا عمري ما شربتها لان نفسي ما بتروح لهاش. شفت التصريح ده ازاي؟ وشفت هجمه محمد صلاح ازاي؟ اولا هو يعني التعامل مع الغرب غير التعامل معنا احنا. يعني لما تيجي تسال سؤال وانت في بره غير لما تساله في داخل مصر. لما تساله بره انت هو بيرد بحرفيه وبتلقائيه، لان هناك هم مش هو كمان مش مفتي يعني في دار الافتاء ولا حاجه يعني. الراجل هم مش حاجه يقول والله بيتكلم بطبيعته يعني. هو مش حاجه يقول والله ده الخمر حرام وان الدين الاسلامي بيحرم واني لا، هم ما لهمش علاقه بده خالص. هم في مجتمع غربي، مجتمع مفتوح. ولا مطلوب من محمد صلاح انه يرد كده ولا يتكلم كده اصلا يعني. هو محمد صلاح مش مفتي في دار الافتاء يعني. هو بيرد وفقا لاجواء الاجواء الاوروبيه هناك، وبيقول لا الخمره انا مش من حقه انا يعني. انا شفت جماعه الاخوان المسلمين واللجان الالكترونيه بتاعتهم تبنت هذه التصريحات ازاي، واشتغلت عليها على السوشيال ميديا ازاي، عشان الناس تبقى فاهمه ان اي حاجه بتشوفها مش تبقى يعني حاجات، تبقى حاجات موجهه. والافكار ليه بنقول للناس عيشوا بالوعي دايما وفكروا في اللي انتوا بتشوفوه، وما تاخدوش تصريحات من اي حد وتتبنوها. لازم تفكر وتعرف مصدر المعلومه دي ايه، ومين اللي بوجه لك المعلومه دي وبوجهها لك ليه، وايه السبب في توجيهها. هو اصبح ده بالنسبه لهم، هم القبله بتاعتهم دلوقتي هي تركيا وامير المؤمنين هناك اللي هو عامل منظومات. ربنا يستر على تركيا وعلى شعبها طبعا.
من 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 الخراب والدمار اللي هي حتعانيه في خلال الفترة القادمة، أصبحت تركيا هي الواجهة بالنسبة لهم، وإن تركيا هي واحة الأمن والأمان هناك. أي إنسان مصري هناك بيبقى مشرف. وأنا لما أجي أقول والله أنا هناك حط لي لحم خنزير، أقول والله أنا يعني متشكرين، أنا مش هاكل، أنا ما باكلوش لحم الخنزير، هل ده أنا كفرت وخلاص أنا بقيت كافر وبقيت ما؟ لا، محمد صلاح أجاب هذه الإيجابية باحترافية كبيرة جدا في المجتمع الأوروبي اللي هو بالنسبة لهم هو هم بيشربوا. لكن انا لا اكل لحم الخنزير او انا لا اشرب او انا، ده عادي، ده رد عادي لانسان هناك بيعيش في اوروبا وفي انجلترا. لكن حاجه انا يعني حفتح عليه انا يعني افواه الكذب والضلال وانت حرام ومش حرام، لا لا ده مخالف. لازم الرد بيبقى رد دبلوماسي في دول اوروبيه وفقا لمنهج هذه الدول. لكن لو هو في مصر طب تشرب خمر، يقول لك لا لان هو حرام. ما تسالش اصلا الخمر حرام ولا حلال، هو الراجل بيقول له انت في وسط المجتمع اللي انت فيه ده ما شربتش خمره قبل كده؟ قال له الراجل، رد عليه قال له ايه؟ قال له انا ما بحبهاش ونفسي ما بتروح لهاش. رد طبيعي جدا يعني، ما قالوش الخمره حلال ولا حرام. ده في ظل المجتمع اللي هو عايش فيه، هو المجتمع اللي هو عايش فيه هو بيبيع هذه الخمره، بس انا نفسي هو ممكن يعني ده رد منطقي، رد منطقي لأي حد. هو فرضا أنا جابوا لي لحم خنزير وأنا في إنجلترا أو في أمريكا، أقول لهم والله أنا ما بأكلش لحم، لا هو لحم الخنزير مش هيناقشوني أنت ما بتاكلش ليه عشان ده حرام أو حلال. لا أنا لا يعني ده في ناس بتاكل يعني ناس نباتية ما تاكلش طب اللحم. وكان رده الراجل برضو محمد صلاح لاعبنا العالمي المحترف قال إن ما حدش هنا بيخصف حد على حاجة، لأن اللي عايز يعمل حاجة بيعملها وأنا ما حدش بيخصبني على حاجة. الكاتب الصحفي المحترم أكرم عبد الرحيم في المصري اليوم، بشكرك جدا على تشريفك لينا. تحياتي لحضرتك، أشكرك. أعزائي المشاهدين، دي كانت أهم عناوين الحلقة النهاردة. شفنا التصريحات اللي عندنا، شفنا الموضوعات اللي عندنا، أهم الموضوعات اللي عندنا شفنا عندنا النهاردة بلدنا بتتقدم إزاي، عندنا النهاردة موضوعات بنتكلم عليها، عندنا أرقام في التصدير بنتكلم عليها، عندنا النهاردة بلدنا مشروعات قومية بنتكلم عليها، عندنا أحداث في الأقصر، عندنا أحداث في السياحة، عندنا النهاردة وفود بتيجي للمطارات مزدحمة جدا جدا، ده للاستقرار الأمني اللي احنا بنشوف. شفنا الهجمة على محمد صلاح وغارتها والهدف منها ايه، والسبب ده بنقول لكم دائما عيشوا بالفكر والوعي وما تدوش أفكاركم لأي حد، وأي حاجة تشوفوها قدامكم ناقشوها بالعقل والفكر واعرفوا مصدر المعلومة ايه. لكم مني أطيب المنى ماهر الفضالي.